فين من زمان. ده ميدان خورشنتوف. تسنيم لو قلتي احنا رايحين فين هجيب لك بقلاوه. بقلاوه بصراحه بحب خاطر البقلاوه. انا بصور فلوك ولازم اقول للناس رايحه فين. هتعرفي بعد شويه. خبر النهارده بفلوس بعد 10 دقايق ببلاش. طب ما تقولي دلوقتي بسرعه عشان اجهز نفسي. رايحين تونس. برشا يا مدلل. تونس. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ من مطار صبيحه الدولي. هو ده دولي ولا؟ والله المهم من مطار صبيحه في اسطنبول. انا واقفه انا والبنت تسليم عشان خاطر بندور على الطياره اللي هنطرها. رايحين فين؟ انا مش عارفه. هنقعد فين؟ مش عارف. دوحة ورا بعض، بيجاسوس والقطرية للطيران، مش عارفة ليه جت في وشي أول حاجة. ها أنت عملت كازا بلانكا. طيب مش كازا بلانكا. لا طب هي بلانكا واحدة كفاية. طب جوه تركيا ولا برا تركيا؟ هنعرف يا أسماء. أنا مش بحب الستات لما يقعدوا يزنوا على الحاجة. وأنت ما بتزنيش؟ لا تسليم مش فضولية خالص. يا جماعة تسليم من نفسها من زمان عشان خاطر لو حد عرف تسليم يبقى يعمل لها المفاجأة دي. نفسها ان حد يعمل لها. كان حد ياخدني كده وانا مش عارفه انا رايحه فين. فانا كنت مسافره، صاحبتي الحلوه القمر دي قررت قرار مجنون مفاجئ انها تيجي معايا. فهي فاهمه ان احنا رايحين اذربيجان. هنشوف لو روح هنروح اذربيجان. انا قلت لها انا نفسي اروح اذربيجان. هنشوف. فهي حجزت كل حاجه ومظبطه كل حاجه، حتى هتعمل البوردنج لوحدها. فنسلمك الباسبور. ثانك يو. اما نشوف احسن ايه النهارده. الخول البرتقالي ده بيجاسوس اللي احنا نركبه. باي ذا واي ما رضيتش اقول لها وقت الطياره بالظبط عشان ما تسرش وتحصر البحث عن الطيارات اللي رايحه في نفس الوقت من مطار بيجاسوس. لا حبيبه فظيعه. تسنيم اخذت الباسبور وهتعمل له سكان لوحدها في اللي هو ماشي حاضر اهو في المكان اللي هو بيعمل فيه اونلاين. انا كنت عماله اقول لها اصلا انت لو رحت البوردنج اللي هناك اللي هو النورمال الطبيعي ده الست مش هتخليكي تعدي كده من غير ما تشوفني. فساعتها هعرف الطريقه دي. لا هستخدم التكنولوجيا. اسمي طلع لطفا ومش عارفه ايه بترندروا، قصدي بترندروا ايه بتسكنروا. انا هبعد عشان خاطر انا وعدتها وعشان ما ببص عليها البتاع عشان ايه استمتع بكل لحظه ساسبنس في الرحله ديت. انا طالع عندك في الكادر. طلعتي في حجزتي اهو صبيحه اهو. ايوه الساعه 14 الساعه 2 يا مفطر ايه وجايبانه من الساعه 10 الصبح والمقعد 27. طب ما فيش اي حاجه ثاني؟ طب ينفع يعني انا شوف نسال اذا كان لازم نعمل كورونا تيست ولا لا. ما لو محتاجين البتاعه. احنا محتاجين كورونا تيست اصلا. هي مش هعملك شيكين اصلا ولا ايه؟ لا طبعا بلاش علاقه. ايوه اوكي ليتس جو. بيت انا في العربية ايكي تعمل الصولة بيبني صو كمان عايزة شوربة؟ يو شنطتك 10 وستيك 9. شنطتي كم؟ 10. يا وبتاعتك كم؟ 9. اصلا تسليم دلوقتي واقفه، انا واقفه بعيد عشان خاطر ما اشوفش الست تغلط وتقول ان هي رايحه فين. وحاطه الشنط بنفسها، شالت يا عيني كتير وتعبت. شنطتي 10 كيلو حته واحده. هي كانت تسليم اصلا هي اللي عشان حاجزه التذاكر، حاجزه كمان تذاكر وزن عشان عارفه ان بيجاسوس ما بيعدوش حتى نص كيلو. فخير. الشنطه دي سافرت اكتر مني. راحت نيويورك وفرنسا بلجيكا واسبانيا وقطر والامارات والمغرب. راحت مصر ومصر والاردن ولبنان 7-8 مرات ولوكسمبورغ ولوكسمبورغ وبلجيكا. ما جاتش السويد عندنا. لا ما جاتش، هبعتها لك تاخديها بقى وانت ماشيه عشان الشنطه دي بحب افسحها. اي حد من صحابي مسافر بديها له. الشنطه بتاعتي. طيب لا فيسه قوي. ديت تستحيي تبيع تاني. شكرا. توريني. طيب انا عديت الاول من الجوازات قبل منها والورقه معايا اهي، بس انا ما بص عليها خالص عشان انا الامانه اتفرتك الدنيا معايا. ما بصيتش. والله ما بصيت. ايه
والله العظيم دي سلم على تحس ان هي الوصي عليا مثلا. يلا بقى عشان هنعدي للتفتيش التاني. يلا. طبعا لو كان الراجل سالها انتوا رايحين فين ما كانتش هتجاوب ولا هتعرف. في برنامج تركي اسمه بامبل مام اشيمبلري، انا مش عارفش جوز اللي يعرف. فلو كان قال لي كنت هقول له بامبل مام تسنيم بلر. انا بس جالي على بالي خطيره. اوكي خطيره مهمه. اخترينا جدا. تمام. احنا بقالنا كام اسبوع بنفكر في موضوع السفر؟ تمام. كتير صح؟ لا لا يعني بقالنا بتاع اكتر من اسبوعين. اوكي. وما اتفقناش على حاجه. احنا كنا مرتبين خطه تانية خالص وفكست اصلا وبعدين فقدنا الامل نسافر. فاشمعنا بقى لما رميت الموضوع عليكي وقلت لك انت قلت لي خلاص انا اللي هعملها مفاجاه وبتاعها في 3 ايام كنت حاجزه ومخلصه كل حاجه سالكه من سوق الدنيا عنا. لا ليه بقى؟ ليه بقى الستات بقى ما بيتجمعوا بيفضلوا بقى يلوكلوك؟ لا هقول لك السبب. لانه الستات بيشعروا بالمسؤوليه، لما حد بيتحمل المسؤوليه بيشيلها بقى فروم اي تو زي. انا مش بتكلم على المسؤوليه بتاعتك، انا بتكلم ان احنا قعدنا احنا الاثنين نتكلم ما طلعناش بحاجه، ما واحده لوحدها. لانه انا دايما ما بحبش لات الستات، بحب اخد قرارات فرديه. فلما قعدت اخد ودي معاكي لقيتك بجايه بتحققي احلامك عندي. لا معلش اركين انت بقى. ندلة والله العظيم. طبعا الناس اللي في البوردنج بيتفرجوا علينا كلهم. احنا قاعدين في البوردنج ولا حد دلوقتي مش عارفه احنا رايحين. طبعا انا قاعده في بوردنج غلط اصلا، وقبل الطيران بخمس دقايق هاخدها تجري بحيث تعمل كده ما تشوفش السكرين وانا رايحين. انا لسه بقول لها ايه وبلاد احنا قاعدين في الاول خالص، احنا مشيناش كتير والاصل دي احنا بنمشي كتير. بتدي حوته قوي فظيعه صحافه استقصائيه. بصي انا جايبه دي عشان تنضفي نظارتك، وجايبه دي عشان لو معكيش. اصلا انا في السفر ببقى رهيبه. انا في السفر ما عنديش يا ام ارحميني. برشام تلاقي ادويه ماسكات كحول حاجات دي بتنضف. اسيتون مانيكير باديكير. شايفه فلتر المايك عشان لو عايزين ورانا حاجات واشياء. باور بانك شواحن. زينتين ما عشان يكون معاكي موبايل ايفون بس كده. لا ايفون لا، انا بحب الايفون. لا بقفش عليه ما بيحتوينيش كده، ما بيحتوينيش من جوه. دلوقتي للجمهور بتاع اسماء، احنا بنفكر ان احنا نعمل شركه سياحه. لا هي لو انت عايزه تفاجئي صاحبتك، او لو انت عايز تفاجئ لا مؤاخذه مراتك. لا مؤاخذه ليه؟ انت تقول لنا واحنا نرتب لك كل الرحله بقى، عامله لها بقى بروجرام اور في بقى ملاهي مائيه. هي كل اللي قالتولي تسنيم وانا بجهز الشنطه. هاتي المايو. هاتي، انا قلت لها بس هاتي المايو وان شاء الله خير والف الف مبروك. بس يلا في فطار يا بنتي بقى، عيب عليكي بقى ما تصغرناش بقى، دونت سمول اس. هنلعب بالي. هنركب قطر من المدينه اللي احنا رايحينها لحد العاصمه، هياخد 5 ساعات. مش رايحين العاصمه، رايحين مدينه في بلد، ومش هنروح العاصمه عشان مثلا لو احنا رايحين روسيا هتلاقي على البوردنج موسكو فكده تعرفيها، انما لو لقيتي مثلا شخشخستان مش هتفهمي. فاهمه؟ هنروح ملاهي مائيه ونبلبط في الميه. اخر تسريب وما تضغطيش عليا اكتر من كده، هنروح سيرك خلاص دان. ايه واحنا واقفين في المكان لقينا المكان ده، فقلنا نخش نصلي. فسالنا الراجل بتاع السكيورتي، فبقول له برضه انا ماسك الصمت كنت يقول له هاي لا اتفضلي. فدخلنا فشوفنا القبله ان هي في الاتجاه ده، فدعا الموبايل، فهو ما اخد باله ان احنا بنبص الاتجاه ده، رحنا لا الاتجاه ده. فعجبني جدا ان هو الراجل اخد باله وان هو عارف اتجاه القبله. لان مع الاسف انا بقى ساعات بروح عند ناس في البيت واسالهم على اتجاه القبله ما بيكونوش عارفينه، فموقف قلت لازم اسجله. بعد هنا لسه مش عارفه احنا رايحين فين. والله حاجه صعبه. تونس الخضرة. لا دول مش اشكال تونس خالص، رايحين اذربيجان. على فكره احنا رايحين حاجه تبع روسيا. ليه بقى مش عارفه حاسه. بص اللوجو كان فيها خط كتير والناس واقفين حوالين منه. اللوجو فيها خط كتير. فيها خط كتير. Yeleğinizi uçağı terk ederken şişiriniz. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara engel oluşturacağı ve... Bekleme, kabul edilmemek için bize çizecek isim ve esnasında bahsedilmiştir.
يا الميدان ده، ميدان خرشنتوف. رايحين موسكو ليه يا عم؟ لا احنا جايين فين يا تسليم بجد؟ تعالي عشان لما اقول لك يلا. الطاقيه اللي الراجل لابسها شفتي اخدتي بالك؟ موسكوفو موسكوفو. احنا فين يا عم؟ احنا في اوكرانيا؟ احنا في اوكرانيا. اوكرانيا بجد؟ انت قلتي ليه؟ انا شفت الكلمه. ودي فيها ايه تزار؟ طب كنت قولي اتعلم كلمه الروسي. خرشوفي مرشوفي استاكوزي. فعلا اوكرانيا. احنا وصلنا اوكرانيا. احنا خرجنا المطار صغير جدا، اوضه وصاله. هو اوضه وصاله فعلا. على فكره يا جماعه انا عرفت انا فين عشان خاطر كان مكتوب على اول ما خرجنا من الطياره ويلكم تو مش عارفه ايه، فغصب عني عينها جت في عيني. سلام عليكم. يلا.